مباراة ودية لكنها لم تخلو من الندية، جمعت بين الطلبة وأربيل على ملعب نادي غاز الشمال، فريقان يسعيان لمشاركة قوية في الدوري العراقي الممتاز. مع صافرة البداية دخل لاعبو الطلبة أجواء المباراة بسرعة، واحتاجوا لأربع دقائق ليهز شباك أربيل عن طريق محمود جواد، وما هي إلا ست دقائق تلت حتى سجل وقاع رمضان الهدف الثاني ليكشف الهدفان عن هشاشة في دفاع أربيل، مما سهل حركة الطلاب بين خطوط دفاع الخصم وسيطروا على مجريات اللعب. ورد أربيل كان في تسديدة واحدة صدها الحارس ببراعة. في الشوط الثاني حاول لاعبو أربيل الحد من سيطرة الطلاب واستطاعوا تقليل الضغط على خطوط دفاعهم، لكن دون فعالية هجومية لأن معركة الوسط ظلت لصالح الطلبة إلى الدقيقة 60 عندما سجل أيمن الطرابلسي الهدف الأول لأربيل. وقبل نهاية المباراة ابتسم الحظ لأربيل عندما سجل تيدار غازي هدف التعادل. تعرف بالبداية هي مباراة تجريبية رغم الأخطاء اللي تصير، واحد يستفاد منها. مباراة تجريبية ردنا قدر المستطاع نطبق شيء اللي يريده من يمن المدرب، خطة تكتيكية واجبات، لكن الحمد لله والشكر كنا أقرب للفوز، بس الحمد لله والشكر تعادل مرضي. حقيقة في الشوط الأول أيضا قدمنا مستوى جيدا، أهدرنا فرصا ولكن استغلوا أخطاءنا وسجلوا هدفين. أستطيع أن أقول إنها كانت مباراة قوية بطعم البطولة، الحمد لله فريقنا قدم أداء جيدا. تعادل بطعم الخسارة للطلبة لأنهم أهدروا الفوز في الدقائق الأخيرة، وبطعم الفوز لأربيل لأنهم نجوا من خسارة مستحقة. جيار سعيد، زاغروس تي في، كركوك.